المتوكل العباسي بنى في سامراء عدة قصور لنفسه ولأسرته ولحاشيته يستفيدون من هذه القصور، وأحد هذه القصور والذي كانوا يسمونها الماحوزة صرف على هذا القصر الواحد من العديد من القصور، صرف عليه أيضا 5000 دينار ذهب، يعني 5 ملايين دينار ذهب، ما يعادل 15 طنا من الذهب وأكثر. هذا وأمثاله من هذا البذخ، من هذا الإسراف، من هذا التبذير في أموال المسلمين، في أموال بلاد الإسلام، في أموال بيت المال. هذا وأمثاله هو الذي شوه صورة الإسلام في العالم، ولا يزال هذا التشويه، لأن هذه الأمور مكتوبة في التواريخ باسم أنه تاريخ الإسلام.